السلام عليكم ورحمة الله. الله يصبحكم بالخير. أنا طالع لي مع ربع وبعت أنا مش وقت بسولف أنا وياكم. قبل كم يوم كنت أقرأ مقال عن الجاهل، بغض النظر عن أخطاء الاعتقادية، بس كان يتكلم المقال ذا عن شخصية الجاهل، والصراحة أنه سرق عيني شيء بالجاهل عجيب جدا. عنده عقل تحليلي، يعني تعرف عينه أي شيء يطيح على عينه ويشوفه كذا، فيه هنا مختبر وفيه هنا معامل تحلل كل شيء. يعني الرجل صاحب تأمل تفكر، الرجال ما يمر عليك شيء بالمجان، عنده عقل متدفق انه كل شيء يشوفه يحاول يصل نتيجته لسببه، الظواهر اللي متعلقبه. ورداك تقعد يتأمل بالحيوانات، بالماء، يتأمل بالطبيعة، يتأمل بهالهلجوة ذي الخلابة، يتأمل بهالجغرافية الأرض. عجيب عجيب الصراحة، الروح ذي جميلة جدا، انك تشوف الأشياء بعين قلبك مو بعين راسك. يعني لما تشوف سبحان الله شلون كنا قبل كم يوم الشمس تحرق ظهرك، اليوم تطلع بعز الظهر تحس انه تحتاج الى شيء يدفيك. مثلا الجدبه اللي قبل كم يوم تمشي عليه هي غبار عليك، اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن تملى عينك وزود من زينه ومن زين ما به من ماء وجمال منظر. سبحان الله العظيم، الاشياء هذه يا جماعه الخير اذا نظرت لها انت بعين قلبك وقاعد تفكر وتتامل وتشوف، تحس انه فعلا انت تقف. والسما ذي اللي كانت صحو ثم اجتمع بها الغيوم ونزل المطار، قادر ان الله سبحانه وتعالى يجمع فوق راسك الخيرات ويجعل تصب عليك صب. بس وين القلب اللي مثل الاشياء هذه الواحد ودك تشوفه بعين قلبه مو بعين راسه؟ يعني لما منور الارض اللي ما تطيق تشوفها صارت اليوم تملى عينك ماء وربيع وخضر وزين. الارض اللي منور اكره ما عليك القعده بها اصبحت اليوم غايه ومناك انك تقعد على طرف والشعيب يمشي بجنبك. هالاشياء هذه تخليك تقف كذا صامت وانت تشوف بديع صنع الله سبحانه وتعالى بهالكون، تخليك تقف كذا صامت قدام قوى ربك جل وعلا، صنع الله الذي اتقن كل شيء. والاشياء هذه يعني اذكر شيخ الاسلام الله يرحمه له رساله تسمى محركات القلوب، يعني شلون قلبك يجتمع بحب الله خشيه الله وتعظيم الله. يقول واحد منها النظر في ايات الله الكونيه، يعني السماء اللي منور تشوف صحو صار اليوم الغيوم لبدتها والمطر ينزل منها. هالأشياء هذه إذا تفكرت وتأملت بأن الله سبحانه وتعالى قادر يغير هذا الكون، مو بعجز إنه يغير حياتك أنت، ويخلي الخير ينصب عليك صب والتوفيق يملاك ملي. بس الواحد كذا يحسن الظن بربه وبيدهش الله بعض.